الدكتور؟ اولا في نقطه انا افتكر حقه ننبه لها، واشارات ذكيه جدا اشار اليها الدكتور عبد الله حمدوق في لقائه مع النخبه المثقفه والاعلاميين في جمهوريه مصر العربيه، اللي هي يجب ان نتجاوز في العلاقات بيننا حكايه المشاعر، ويجب ان ننطلق من ارضيه تنبني على المصالح، ويجب صحيح. ان نتحدث عن المسكوت عنه في العلاقات ما بين مصر والسودان. يمكن برضو إشارة مهمة جدا إنه لابد أن نفهم إن هنالك أجيال جديدة في السودان، في أجيال جديدة في مصر، في أجيال جديدة ما عادت الشعارات القديمة البراقة التي أطلقت في الثورة المصرية في 52 ما عادت تؤثر في هؤلاء الناس. أصبحت العلاقة بين كل الدول الآن هي المصلحة، فنحن فعلا العلاقة ما بين مصر والسودان تحديدا في سد النهضة تأثرت كثيرا جدا بالعوامل السياسية في الحقبة الماضية كانت موجودة في السودان، الحكومة الماضية في السودان التي انتزع منها الحكم انتزاعا كانت تستغل الموقف في حاجة مصر إلى المياه، هو موقف مكايدة. الآن بعد أن تغيرت الأحوال في السودان وجاء جيل واعي جدا وفاهم لهذه المسألة بيروا أنه والله بقدر ما ستتضرر مصر من سد النهضة سيتضرر السودان من قيام سد النهضة، لذلك كان لابد من أن تتوحد الجهود وتتقارب الجهود بين السودان ومصر لمواجهة هذا الخطر المحدق بالشعبين السوداني نعم. والمصري. ولعل اليوم دكتور عبد الله حمدوك عنده تصريح مشهور أنه نحن لا نريد أن تكون العلاقة الجدلية بين الثلاثة أثيوبيا والسودان ومصر، لابد من وجود طرف ثالث لديه مصلحة في استقرار منطقة القرن الإفريقي بصورة عامة، ولا تكون هنالك حرب مياه بين السودان ومصر وأثيوبيا. وفي النهاية